السلام عليكم ورحمة الله. سمعت عن سوق الحسنات، سوق كبير جدا في كل أنواع البضائع، كل واحد عنده بضاعة يقدر يبيعها، والتاجر اللي بيجي بيشتري كل أنواع البضائع طالما صاحبها عارضها بشكل نظيف. سوق الحسنات ده هي الأعمال. سوق الحسنات صلاة، صيام، زكاة، صدقة، بر والدين، قراءة قرآن، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، دعوة إلى الخير، تسبيح، استغفار، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كل دي بضائع. أنت لو عرضتها وقلبك سليم يبقى مبروك عليك، أنت من الفائزين. قال تعالى: ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إنما بقى لو واحد عرض بضاعته بشكل مش نظيف، يعني عمل أعمال شكلها صالح إنما قلبه مش خالص لله، ربنا ما يقبلهاش. ألا لله الدين الخالص، يقول فادعوا الله مخلصين له الدين. في ناس بضاعتهم مش هتتقبل، علشان كده قال في سورة الفرقان، قالها صراحة كده، قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه هباء منثورا. واوعوا تنسوا هابيل وقابيل، لما ربنا قال في سورة المائدة: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. عموما تعالوا شوفوا بقى حديث جميل بيثبت لكم الكلام ده، عشان تعرف سوق الحسنات ده كبير قد إيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندكم الحديث اهو، وأدي فتحت لكم سوق من أسواق الخير اللي فتحنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسجد، الصلاة، الجماعة، انتظار الصلاة، انتظارك للصلاة صلاة. أنا عاوز أقول لك إن الملائكة بتقعد تصلي عليك طول ما أنت منتظر الصلاة، طول ما أنت متوضي. إيه رأيك؟ تقدر بقى تتوضى بدري شوية عشان تستفيد من العرض بتاع الملائكة، عشان تستفيد من هذه الصفقة الممتعة المربحة التي جاءتك من الله، وتقعد والملائكة بتقول لك: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. آمين يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.